اوكي بتسجل صح؟ مظبوطة. ماشي. فبالنسبة لبروبلم 5 زي ما اتفقنا ده لود ريل، فممكن يكون الفيس بتاعه يا إما 0 يا إما 180. لو هحل المسألة دي من غير استخدام سميث شارت يعني هستخدم النقطة دي، بس أنا معايا الماجنتيود بتاع الجاما ومعايا الفيس بتاعها، مرة هاخده بالزيرو ومرة هاخده ب180 وأطلع قيم إيه ال زد النقطة. طب لو أنا عايز أستخدم سميث شارت بسيطة، هنيجي أول حاجة أنا عايز يعني أشوف اللود سيركل أو الكونستانت جاما سيركل يعني بتاعة الاتنين ونص دي. فعندي طريقة من اتنين، يا إما أجيب الجاما منها، يعني أنا معايا الـ SWR وعايز أجيب الجاما، أستخدم القوانين اللي إحنا عارفينها يعني، يا إما خلاص أنا عارف إن السكيل اللي تحت ده بتاع الـ SWR جاي هنا واصل لحد 2.5. ماشي، ده كده اللاين اللي المفروض إن أنا أرسم زيه فوق هنا كده. بس وبرضه ممكن تجيب الجامعة على طول من هنا، يعني انت طالما خلاص خدت اللاين ده بتاع الـ SWR هروح للجامعة، تبقى هنا الجامعة هتبقى بحوالي 0.4 حاجة، يعني 0.42 مثلا كماجنتيود. اوكي ماشي، نعمل ايه بعد كده؟ انا كده عرفت يعني ماجنتيود الجاما، يعني لسه ما عرفتش الفاليوز بتاعتها ممكن تبقى ايه، او بتاعت اللود بتاعت الزد نود يعني ممكن تبقى ايه. هرسم سيركل بقى. ماشي بالظبط كده، نرسم السيركل بتاعت حاجة كده مثلا. ماشي السيركل دي عشان تبقى يعني ريل، عشان يبقى اللود بتاعي ريل، هو واضح ان اللود بتاعي ريل صح ولا ايه؟ يعني هو مديني اللود ب100 بس، فاكيد مظبوط. ده لما اعمل له نورماليزيشن بالنسبه للزد نوت لازم يطلع لي الار ال بس والاكس ال بصفر. تمام طيب، فطالما اللود بتاعي ريل يبقى انا ما عنديش غير النقطة دي او النقطة دي، هما دول اللي ممكن يتحققوا، يعني دول ال R normalized المختلفة ال possible بالنسبة لللود اللي عندي او بالنسبة لل reflection coefficient اللي عندي. وهقرا القيمة دي كام، وبرضو هقرا القيمة دي كام، ألاقي إن دي ب2.5 تقريبا، يعني هي ممكن ما تبقاش تو سكيل قوي يعني، يعني ممكن لما نحلها إحنا نلاقي السكيل أفضل 2.5. فلما ال R دي ب2.5 ساعتها ال Z نوت هتبقى بكام؟ والله يعني أنت عندك إن زد ال ب100. تمام، ف انت بتقول ان زد ال على زد نوت 2.5، يبقى زد نوت ب40. تمام، دي اول نقطة، او الار بنص بربع ب0.4، هي المفروض 0.4 يعني، بس هو عشان بس الدايرة دي مش مظبوطة قوي يعني، المفروض تكون بتقطع هنا كده، هتلاقي ان هنا ااا
يعني المفروض النقطة دي كده هنا، تمام. هتلاقي بوينت فور دي معناها إن الزد نوت ب 250، تمام. تمام يا شمس. ماشي. حد عنده سؤال في في الكويشن ده يعني؟ طيب. هو عموما يعني النقطتين دول برضو اللي هم يعني النقطة اللي على اليمين والنقطة اللي على الشمال في الدايرة عادة بيبقوا مميزين يعني. لو نفتكر اللي هو السؤال بتاع يعني اللي هو السؤال ده سؤال ما كانش في الشيت، اللي هو السؤال بتاع الريزيستنس اللي بنحطها عند الدي ماكس في الشيت اللي قبل ده، تمام. كنا بنلاقي ان لما تمشي على الترانسميشن لاين النقطة اللي احنا كنا جبناها كماكس ك يعني الامبيدنس عند لما تبقى بيورلي ريل يعني كانت حوالي زد ان تساوي زد نوت الاس دبليو ار، فاكرين ولا لا؟ فاكرين الحتة تمام. دي؟ فأكن الـ R يعني أكن الـ ساعتها الـ R normalized normalization يعني هتبقى بكام؟ هتبقى بالـ S. فالنقطة دي هي اللي corresponding للـ R بتساوي الـ S للود ده يعني للـ reflection coefficient ده يعني. بينما النقطة التانية بقى هتلاقيها إن أنت لما تيجي تعوض بـ e باور جي سيتا بلس 180 بلس 2 بيتا زد تساوي 180 هتلاقي النقطة التانية بتطلع لك الـ R بتاعتها ب واحد على S، يعني هتلاقي الـ زد إن في النقطة التانية زد نوت واحد على S، فالـ R بواحد على اس. يعني الكلام ده كده امشوا كده عليه يعني في مع السؤال التاني. وهنلاقي فعلا النقط اللي بتبقى ريل هي النقطة اللي الارب فيها الاس والار فيها بواحد على اس. اوكي تمام يا شمس. ماشي، نموف اون بقى للسؤال اللي بعد ده. حد عنده مشكلة في الحتة دي مبدئيا ولا لأ؟ هو باشمهندس عندي سؤال معلش، هو ال Z input equal Z node في ال SWR دي على طول يعني دي بستخدمها على طول لو عايزة أخلي ال input impedance بتاعتي real؟ تمام. اوكي. يعني دي كجنرال يعني ده القانون اللي احنا طلعناه اصلا ساعة السؤال التاني اللي هو كنا بنجيب ال زد ان عند الدي ماكس، فده valid عند الدي ماكس يعني لما يبقى ال impedance بتاعتي او يعني ال impedance او ال reflection coefficient يديني impedance real، يعني لما تبقى ال impedance real ال input impedance real. تمام. في يعني في بقى احتمالية تانية احنا كنا يعني ايه تجاهلناها كده، اللي هو لما يديني بقى ايه impedance real برضو بس الفاي ماينس اتنين او بلس بقى اتنين بيتا زد مش بزيرو ولا اتنين باي ولا معرفش ايه، لا بباي مثلا او بماينس باي او بتلاتة باي او هكذا، دي برضه هتديني impedance real خلاص. ولما اجي اعوض بقى في القانون هلاقي ان
مش هتديني زد ان بزد نوت في اس، لا زد ان هتساوي زد نوت في واحد على اس. ساعتها هتديني النقطة التانية بقى. تمام 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 شكرا يا باشمهندس. تمام طيب نروح للسؤال اللي بعده. lossless 50 اوم ترانسميشن لاين simulated زد ال ب 50 زائد جي 25. فاحنا عندنا كده النورماليزد يعني بالنسبة لي 1 زائد جي نص. ماشي، أول حاجة عايز reflection coefficient standing wave ratio، دول سهلين يعني نجيبهم من ال lines. خلينا بس ايه نشوف، نوقع اللود ده 1 زائد جي نص، ندور على دي السيركل بتاعة الواحد ودي النص، بص اهي يبقى اللود عندي في الحتة دي. تمام تمام ماشي، ده الزد عايز اخد ال reflection coefficient. نعمل ايه؟ نقيس ال line كده من هنا، ناخده زي ما هو، نوقعه نوقعه تحت كده على الحتة بتاعت ال reflection coefficient. هتلاقي الجامعة بتاعتك بحوالي 0.24، عاملة كده بس. تمام طب والفيز، والله عايز تجيب الفيز يبقى ثواني، هو تاخد آخر لاين. حتة احنا عملنا ايه بالظبط؟ ولا حاجة، أنا خدت بس يعني خدت، أنا عايز أقيس الجاما، عايز أقيس المسافة دي، يعني المسافة دي لو قستها هي الجاما صح ولا لأ؟ اه ده الابسولوت كماجنتيود، بتاعها. اه كماجنتيود يعني بس. فخدت المسافة دي وقعتها على السكيل اللي تحت تمام بتاع الريفليكشن كوفيشن. تمام طب لو عايز أقيس الفيس بقى بتاعها أعمل إيه؟ ولا حاجة زي ما أنت برضو. بس هتكستند بقى الخط ده لفين؟ لحد الزاوية، حد الزاوية بتاعتك، وتشوف انت بتقطع في زاوية كام. طيب خلينا نشوف angle of reflection coefficient. angle بتاعتنا حوالي 76 تقريبا، حوالي 76. فكده احنا جبنا الجامع، جامع الجامعة ب 0.24 والأنجل 76 دقيقة. تمام ماشي، عايز ايه تاني؟ عايز ال SWR، فهتاخد نفس الخط ده توقع ال SWR. هتلاقي ال SWR بتاعك ب 1.64، أو ممكن تعمل طريقة تانية برضو زي ما عملنا في السؤال اللي فات. الطريقة التانية إن أنت بترسم ال constant gamma circle وتشوف بتقطع فين في ال R هنا. مثلا يعني هتلاقي حاجة كده برضو، هي طبعا مش متظبطة يعني بالظبط.
ماشي. هتشوف هي بتقطع هنا فين. هي طبعا يعني انت لما تستخدم البرجل وترسم دايرة الموضوع هيبقى اكيرت عن اللي انا بعمله بالبي دي اف يعني. فهتلاقي ان القطع برضو بيبقى عند 1.64 تقريبا. فهي دي الاس بتاعتي، اس تساوي 1.64. يعني النقطة دي تعبر عن الاس زي ما اتفقنا، صح ولا ايه؟ تمام. ماشي. ماشي، عايزين ايه بقى تاني؟ عايز الـ input impedance والـ input admittance at 0.35 lambda from the load. ماشي. طيب input impedance و input admittance عند 0.35 lambda. ماشي، اول حاجة هنشوف احنا واقفين على كام. فاحنا واقفين عند كام؟ عند، انا طبعا بتحرك بالنسبة للجنريتور خلاص، فانا السكيل اللي انا شغال عليه السكيل اللي فوق ده، فلاقي ان انا بقطع عند 0.144 تقريبا، 0.144. اوكي. محتاج اتحرك بقى قد ايه؟ محتاج اتحرك 0.35، يعني نجمع عليها كده 0.35، نلاقي ان انا محتاج اتحرك لحد 0.494. تمام. 0.494 هنا، محتاج اتحرك لحد هنا، محتاج امشي كده 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 لحد ما اوصل هنا. تمام. الحركة اللي انا اتحركتها دي 0.35. طيب هل دي منطقية مع اللوجيك؟ 0.35 دي اقل من نص لامدا بشوية، فهي يعني قريبة للسايكل الكاملة بس برضو مش بتوصل للسايكل الكاملة. فاه يعني شكلها مظبوط، اكتر من 0.25 لامدا، يعني اكتر من نص المشي على السميث شارت، واقل من 0.5 لامدا، فهي مش بتعمل سايكل كامل. فتمام، انا المسافة دي مظبوطة بالنسبة لي او منطقية بالنسبة لي. اجي اجيب حط بقى كده قوم اوصل تمام، هقوم اوصل بقى ايه النقطة اللي أنا قطعت عندها الجديدة دي بالسنتر. أقوم قاطع في النقطة بتاعة التقاطع دي كده، ال Z in بتاعتي. هلاقي ال input impedance ب نكتبها هنا برضو سي زد ان ده 0.61 ماينس جي 0.022. تمام. طبعا الكلام ده هضربه في 50 اوم عشان هو عايز ال input impedance، يعني هو ما قالكش انا عايز ال normalized input impedance، فدي كده زد ان بس يعني normalized اللي هي سمول يعني. فالزد ان بقى نفسها تضرب الكلام ده في 50، زد ان في 50 يعني ب 30.5 ماينس جي 0.09 اوم طبعا. تمام.
اومز. طيب عايز ايه تاني؟ عايز الانبوت ادميتنس. ماشي. خدنا الانبوت ادميتنس بنجيبها ازاي؟ بن اكستند اللاين اللي احنا بنرسم بيه. ماشي. مش عايز يرسم بس يعني بن اكستند اللاين اللي احنا راسمينه لحد الناحية التانية في السيرفر. ساعتها دي بتبقى ال y in. ماشي. او النورماليزد ادميتنس يعني. طيب لما اجي اقيس بقى القيمه دي بكام، الاقي القيمه دي عند الريل بتاعها عند تقريبا 1.64 يعني تقريبا ناحية ال SWR قريبة منها قوي يعني، فهي حوالي 1.64 و ايه تاني، ويعني لو قرينا مثلا هنا ده ايه هي الاندكتنس هنا بكام؟ هنا بوينت وان اندكتنس. خلاص. فأقول إن أنت واقف تقريبا كده عند لأن انت واقف تقريبا عند 0.05 يعني او 0.06 حاجة كده ايه في النص يعني. انت هتلاقيك واقف كده يعني، هنمشي مع اللاين اللي هو يعني هي تقريبا ال y. طبعا لما نيجي نعملها بالسكيل هنلاقيها ان هي يعني فين، هنلاقيها اقل من اول شرطة كده في النص يعني، هي في النص هنا كده. في النص هنا هتلاقي ان هي يعني نص القيمة اللي انت واقف عندها يعني حوالي 0.06. هنلاقي ال y in normalized ب one point six four زائد j point zero six. تمام. نجيب بقى ال y in capital. طيب ال y in capital بقى هل هي بتساوي y in في زد نوت كده؟ يا شباب رأيكم ايه؟ مش هتتقلب برضو تبقى في واحد على زد نوت؟ بالظبط كده، المفروض تبقى على زد نوت. أولا يعني يونت وايز ال واي الادميتنس بواحد على اوم يعني بالسيمنز. خلاص. ف ما ينفعش اصلا تكون واي ان في زد نوت، لانها هتطلع كده، هتطلع قيمه بال تبقى يونتلس. لا، لو هي في زد نوت كده هتبقى بالاوم، هتبقى الواي ان بالاوم، لان دي نورمالايزد يعني دي مالهاش يونت. تمام. تمام. فهتبقى مش منطقيه يعني. وهي اصلا في اصلها يعني انت بتنورمالايز برضو بالنسبه للادميتنس بقى بتاعه الميديم. الادميتنس بتاعه الميديم هتبقى ايه؟ هتبقى واحد على الامبيدنس. فهي يعني هتلاقي ان هي 32.7 plus j 1.17 ملي سين. اوكي. ااا
ماشي، احنا كده يعني يعتبر ايه، خلصنا السؤال ده. فاضل بس حاجتين، عايز shortest length for which the input impedance is purely resistive، وعايز the position of the first maximum from the loop. طيب shortest length at which for which the input impedance is purely resistive، ده هنعمل فيه ايه؟ فاحنا عارفين ان الـ input impedance purely resistive عند انهي نقط؟ مش عند الانجل اللي هي بزيرو او ب 180. بالظبط كده، يبقى هي resistive هنا وresistive هنا كمان. خلاص، فهو عايز shortest length اللي تقدر تتحركه على transmission line بحيث تشوف input impedance purely resistive. فيا إما نمشي كده، دي طريقة، يا إما نكمل بقى اللفة الكاملة لحد ما نوصل لحد هنا، بس ساعتها ده مش هيبقى الشورتست لينث، أنا بدور على أقل لينث. فالشورتست لينث هو فعلا اللي أنا رسمه بالأخضر ده، عشان لو أنت قعدت فضلت تلف لحد النقطة التانية الفاليد اللي هي بالأخضر التانية دي، هتبقى يعني الباس هيبقى أطول يعني. فاحنا عايزين الشورتست اللي هو ده. فأنا هشوف والله أنا واقف عند كام، أنا واقف عند كام، قلنا 0.144 خلاص، وعايز أروح لكام، لأن أنت عايز تروح ل 0.25 خلاص، يبقى هتتحرك الفرق ما بينهم اللي هو 0.25 minus 0.144 يعني 0.106. هتلاقي ان السؤال دي 0.106 لندن. تمام. ماشي، بالنسبة لي ال position of the first voltage maximum from the load. طب ما انا عارف ان ال position اللي انا المسافة اللي انا مشيتها خلاص دي هي اللي بتكورسبوند لل V maximum، صح ولا ايه؟ مش احنا قلنا ال V maximum بيحصل عند لما ابقى purely resistive يعني، يعني ده ال V maximum. خلاص، بينما ده ال V minimum. فلان ال V maximum في النقطة دي، يبقى ال Z بتاعتها بكام؟ أو ال position بتاعها بكام؟ بكام؟ كام يا شباب؟ مش نفس اللي فاتت يعني ولا ايه؟ بالظبط، هي نفس اللي فاتت، بس انت لو هتدي له الزد يبقى لازم تكتبها له بالسالب، صح؟ عشان يعني ترانسميشن لاين انت هتبقى فيه على الشمال، طالما على الشمال يبقى الزد بالسالب بس. يعني كده السؤال ده خلص. حد عنده سؤال فيه؟ أو حد فيه حاجة مش فاهمها؟ تمام. ماشي. لوسلس، خلينا نمشي كده في ال 50 اوم ترانسميشن لاين ترمينيتد ويز شورت سيركت. ممكن نعمل السؤال ده سريعا يعني. طيب شورت سيركت، قلنا نقطة الشورت سيركت ال impedance بتاعتها كام؟ أعرفها منين؟ أنا عارف إن الريفليكشن كوفيشنت بتاع الشورت سيركت بماينس واحد، صح؟ يبقى كده هي في النقطة دي، النقطة دي
ماينس واحد. دي الشورت سيركت كإمبيدنس، كإمبيدنس. طيب عايز يتحرك 2.3 لمدة، 2.3 لمدة من الشورت سيركت دي. يعني تتوقعوا ال 2.3 لمدة دي عاملها ازاي يعني؟ يعني هقسم على انصاص واشوف الباقي الريمنت ده من الانصاص دي وامشي بيه. بالظبط 2.3 لمدة دي يعني رقم مش منطقي. ده انا كده عندي يعني هتحرك الف ورا نفسي يعني كتير. اطلع لفات شوية. فهتلاقي ان انت عندك 2 لمدة زائد 0.3 لمدة، ماشي. ف2 لمدة ماشي، دي بترجعني لنفس النقطة تاني، يبقى انا محتاج اتحرك 0.3 لمدة خلاص. طيب ال 0.3 لمدة انا بادئ منين؟ انا بادئ من الصفر، ماشي. هتحرك 0.3 لمدة، يبقى اروح ل 0.3، 0.3 هلاقيها النقطة دي. انا من الاخر افضل ماشي 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 لحد ما اوصل للنقطة دي على السيركت بتاعتي، يعني تقريبا هبقى واقف هنا كده. اوكي، انا طبعا بتحرك على السيركت اللي بره تمام. دي لحد ما اوصل لهنا. فهلاقي ساعتها الـ input impedance بكام. طبعا بما ان ده يعني شورت سيركت، فدايما الـ input impedance بتاعتها عند النقط دي كلها هتلاقيها purely يعني imaginary. بالظبط purely imaginary يعني. بالنسبة لنا هنا هتبقى capacitive، عشان احنا بالسالب يعني. فهلاقي ان دي انا بقطع تقريبا عند 3.08، خلاص يعني دي كده بماينس جي 3.08 ك normalized impedance. فهتضربها في 50 هتلاقي القيمة بتاعتها ماينس جي 154، يبقى ايه جي 145 ده بالأوم. تمام. السؤال التاني: The distance from the load at which the input admittance is minus J.04 Siemens. ماشي، هل هاخد 0.04 دي أوقعها ولا أعمل إيه؟ ممكن عادي بس ممكن ممكن، بس محتاج اعمل لها نورماليزيشن. دي بقى النقطة المهمة اللي هو مديهولك ده بالسيمنز، خلاص فلازم تقسمه على حاجة زد بالسيمنز. نوت، او تضربه في زد نوت بقى لما تعمل نورماليزيشن. فهتلاقي ساعتها الواي الواي ان كان نورمالايزد يعني هي واي ان في زد نوت اللي هي ماينس جي 2، خلاص. يبقى انت محتاج توقع ماينس جي 2 دي، ماينس جي 2 هتلاقيها هنا، خلاص. طيب هو بقى عايز ايه؟ هو عايز، شوف السؤال تاني، هو عايز the distance from the load at which the input admittance is كده. طيب هل اتحرك كده ولا اعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ يعني هل المسافة هي دي؟ تقريبا العكس تبقى يعني counter clockwise.
كاونتر كلوك وايز. لا كاونتر لا كلوك وايز يعني towards اللود، اللود. يعني احنا بنمشي towards اللود. فما لا مش هي دي المشكلة. هقلب الادميتنس ريزيستنس تاني عشان اعرف الفرق. بالظبط كده، انت محتاج يا اما تعمل حاجة من اتنين، يا اما تقلب الامبيدنس اللي انت جبتها دي تبقى، او الادميتنس اللي انت جبتها دي تبقى امبيدنس، يعني تقوم راسم خط لحد الاوريجين وتكمل الناحية التانية وبعدين تمشي من هنا لهنا خلاص تبقى هي دي الادميتنس اللي انت بتدور عليها، يا اما تبتدي من الادميتنس اصلا بتاعت الشورت سيركت. الادميتنس بتاعت الشورت سيركت تلاقي ان انت هنا، يعني لما تمشي على الخط ده يعني تجيب النقطة المقابلة ليه، يعني تلاقي ان انت الادميتنس بتاعت الشورت سيركت هنا، في كده شورت سيركت كادميتنس ماشي، دي واي شورت سيركت. فممكن تمشي بقى ساعتها هنا لحد النقطة بتاعتك كده، انت الادميتنس بتاعتك فعلا وصلت للقيمة دي. حد مش فاهم الحتة دي؟ ماشي، انت هتلاقي ان انت واقف هنا عند بوينت 3 2 4 تقريبا. ماشي، اطرح بوينت 3 2 4 ماينس بوينت 2 5 تلاقي القيمة دي. دي طبعا لامدا ودي لامدا. ده القيمة بي 0.074 لامدا. تمام، حد عنده مشكلة في الاكزامبل ده؟ use smith chart to find yl if zl بكذا. طبعا ده كلام فاضي، تقدروا تعملوه طبعا، مديك ال input ال impedance normalized وعايز ال yl، فزي ما عملنا في السؤال ده. a lossless 100 ohm transmission line 3 lambda على 8 is length is terminated in unknown impedance. المرة دي هو مديك العكس، هو مش عارف الإمبيدنس بس عارف الزد ان. use the smith chart to find زد ال خلاص. فانت المرة دي بقى زي ما يعني المرة دي انت واقف عند الإمبيدنس، واقف عند الانبوت إمبيدنس، انت شايف هنا زد ان وعايز تطلع قيمة اللود ماشي، يبقى انت بتمشي ناحية ايه؟ ناحية الجنريتور ولا ناحية اللود المرة دي؟ ناحية اللود. بالظبط كده، انت المرة دي ماشي ناحية اللود بثلاثة لمضة على التمن خلاص؟ هو ده الاختلاف يعني في السؤال. هتلاقي ال زد ال بتاعت السؤال ده هتطلع ب جي 95 اوم، جي 95 خلاص اعملوه كده و شوفوا يعني. ماشي، احنا كده حلينا كل الأسئلة في الشيت ده ما عدا ده، ما عدا الحاجات اللي فوق دي هنزل لكم الحل بتاعها. طبعا ده يعني برضو كلام سهل يعني مفيهوش مشكلة. هو من الآخر عايز ال equivalent RL أو RC for the input impedance seen at distance d from the load. يعني عندك load ماشي، هو بيقول لك عليه هنا، يعني مثلا مرة open circuit مرة short circuit وهكذا، وعندك length معينة على transmission line
فبيظهر لك هنا input impedance صح؟ هنا زد ان. بيقول لك بقى هات لي الايكويفالنت ار ال اور ار سي فور ذا انبوت امبيدنس. يعني مثلا انت لو زد ان طلعت 20 اوم زائد يعني 20 زائد 20 جي اوم، فبالنسبه للايكويفالنت ريزيستنس هتبقى كام؟ بالنسبة للـ equivalent resistance لو أنا عشرين لو يعني. بالظبط هتبقى 20، والـ equivalent L ولا C بقى للـ 20 J دي تبقى L طبعا. بوست يبقى ايش؟ بالظبط خلاص. يبقى طب هحسب ال هحسب ال L ازاي؟ طب ما أنا معايا الأوميجا، هو بيقول لك الـ operating frequency ب 10 ميجا، فأنا عارف الرياكتنس يعني بتاعت الاندكتور بتبقى اوميجا في ال، فهقدر احسب ال ال من معلومات الاوميجا ومعلومات الرياكتنس. تمام طبعا. نفس الكلام بالنسبة للكاباسيتنس. بس يعني الموضوع بسيط جدا. طيب كده احنا الشيت ده خلصناه كله خلاص، هيبقى لنا توبيك الماتشنج. التوبيك ده اللي هو بتاع اخر موديول عندكم، سواء بال لامدا باي فور ترانسفورمر ولا سنجل ستاب بارلل ولا سنجل ستاب سيريز. كل الكلام ده يعني حاجات بنعمل عليها بنعمل بيها ماتشنج. اوكي خلينا نبتدي كده في الجزء بتاع الماتشنج. ماشي، احنا عندنا الاول يعني 5 مسائل في الشيت ده، هتلاقوا يعني هي mostly بس للتريننج، يعني هتلاقوا problem 1 و 2 شبه بعض، problem 3 و 4 برضو الى حد كبير شبه بعض، وproblem 5 بنستخدم حاجة اسمها الـ quarter wavelength matching. ده matching سهل جدا يعني الحقيقة. خلينا نشوف بنستخدمه ازاي. طيب نعمل refresh بس بسيط على الـ quarter wavelength matching خلاص. والله السيري بتاعت الموضوع ده ان انت لو عندك خلينا نجيب كده ماشي، لو عندك ريزيستنس لود خلاص و ترانسميشن لاين منظر زد ال خلاص. لو انت عايز تشوف الانبوت امبيدنس بتاعت اللود ده عند اي نقطة هنا ماشي، هتستخدم القانون اللي احنا عارفينه اللي هو القانون ده، هو زد ان تساوي زد نوت في زد ال زائد جي زد نوت معرفش ايه. هو مسميها هنا زد اي معرفش. المهم يعني ان بسهولة تقدر تطلع الانبوت امبيدنس ما فيهاش حقوق. هو لاحظ بقى حاجة، ان انت لما بتأفاليويت عند باي على الاتنين التان دي بتتشال، التان دي بتتشال يعني من الاخر الباي على الاتنين دي بتكورسبوند ال ال ب لامدا على 4، 2 لامدا على 4 يعني 2 باي على لامدا في لامدا على 4 بيديك باي على الاتنين. فانت عند مالتيبلز من لامدا على 4 ال 10 باي على 2 دي سوري مش هتديك صفر، هتديك انفينيتي. بس نقدر نعمل ليميت، يعني هنقسم بقى على 10 بيتا ال ونتيك الليميت
هنلاقي ان الزد ان ساعتها بزد انبوت سكويرد على زد ال، او زد سوري زد نوت سكويرد، دي زد نوت، زد نوت سكويرد على زد ال. طيب يبقى انا يعني لو انا بقى عايز اعمل ماتشنج، عايز اعمل ماتشنج باستخدام المعلومة دي، هل اقدر اعمل ماتشنج لاي لود في الدنيا؟ يعني هنلاحظ المعلومة دي بتقول لي ايه، بتقول لك ان انت تقدر تطلع قيمة للزد ان عبارة عن فاكتور معين مثلا على زد ال، او فاكتور معين في الـ يعني في الادمتنس بتاعت اللود. خلاص طيب، هو الفاكتور ده الزد اي، لو احنا بنتكلم على لوسلس ترانسميشن لاين، الفاكتور ده هيبقى يعني ايماجينري ولا ريل ولا عامل ازاي؟ ريل ريل بالظبط، انا الزد نوت بتاعي خلاص ريل، فالفاكتور اللي هو اسمه زد نوت سكوير ده برضو ريل. فلو انت عايز تعمل ماتشنج باستخدام الطريقة دي، خلاص لازم يكون اللود اللي انت شغال عليه ريل برضو ريل. خلاص ليه الكلام ده؟ طيب احنا اتفقنا ان انت عندك في النهاية يعني زد ان معينة، وعندك ترانسميشن لاين معين. خلينا نفصل، خلينا نفصل المسألة لحتتين. ماشي، انا فهمت ليه هو مسمي ده زد اي دلوقتي. هو مسمي ده زد اي على اساس ان ده الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر نفسه، الحاجة اللي انت بتستخدمها للماتشنج، والزد نوت هي اللي بره دي. ماشي، عشان تعمل ماتشنج انت محتاج الزد هنا، الزد انبوت امبيدنس، بس الزد ان حاجة بكام؟ تساوي زد نوت، المفروض تساوي زد نوت اللي هي مثلا 50 اوم. وانت لسه هو جايب ان الزد ان بالنسبة للسكشن اللي جوه ده بكام؟ بزد اي سكوير بزد اي سكوير على زد ال. فتقدر ان انت تخلي ان الزد اي سكوير بتاعتك دي، يعني تقدر تخلي الانبوت كاركترستيك امبيدنس يعني بتاعت الترانسميشن لاين ده بتديك زد ان بزد نوت اللي هو هيساوي زد اي سكوير على زد ان. طب ساعتها الزد اي سكوير ده يعني اختار قيمته ازاي؟ قالك مش انت عايز ده يعني الرقم ده كله على بعضه بزد نوت؟ تمام، يبقى زد اي روت زد نوت زد ال. اوكي، لازم الزد اي بروت زد نوت في زد ال. ماشي، فعشان يعني مبدئيا لحد هنا احنا ماشيين مع بعض، ولا في حد فصل، ولا في حد عنده سؤال؟ هما دول أكنهم two different transmission lines. in general دول two different transmission lines. ده transmission line الأساسي اللي عندي، خلاص اللي أنا عايز أعمل matching عليه، وده transmission line بستخدمه للماتشنج. تمام. خلاص طيب، فأنا أنا مش عايز reflection هنا، خلاص فعايز زد إن هنا تساوي زد إن.
خلاص. فالزد اي عشان احقق الكونديشن ده، لقيت ان الزد اي لازم تساوي روت زد نوت في زد اي. طيب الكوارتر ويف ترانسفورمر ده مش هينفع يشتغل الا لو الزد ال ده ريل، يعني لازم تبقى ريل، لان انت يعني بتاخد روت زد نوت في زد ال. طب لو زد ال دي مش ريل، انا عارف ان زد نوت ريل، طب لو زد ال دي مش ريل هيبقى هيطلع لي زد اي، يعني الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين ده فيها جي، واحنا شغالين اصلا بلوسلس لاين اللي هي ريل، فمش هتنفع العلاقة دي الا لو الزد لود بتاعتي ريل. طب لو هي مش ريل، حد ممكن يفكر كده ممكن نعمل ايه؟ يعني لو هي مش ريل يبقى ممكن هيبقى نحط فيه نيجاتيف انفالد. رياكتنس مثلا. اه بالظبط بتقول كده. لو هي مش ريل ممكن نكنسلها باستخدام ان احنا نحط كومبوننت نيجاتيف رياكتنس هنا، او ماشي، بوزيتيف على حسب يعني هي ال او ولا سي. بوزيتيف اكنسل الجزء الزياده عن. بس انا ما اقدرش العب في اللود للاسف، يعني هو طالما مديني لود معين يعني مش هعرف العب. خلينا نشوف ممكن نعمل ايه. ماشي، خلينا نحل بروبلم 5. بيقول لك lossless transmission line having z node ب 50 is terminated by z l ب 40 plus j 8، يعني ده مش ريل اهو. خلاص، try to match this load using only the quarter wavelength matching. ماشي، يعني هو مش عايز ان انت تحط ريزيستنس معينة، تحط رياكتنس معينة، مش عايز الكلام ده، هو عايز باستخدام كوارتر ويفلتس. طب هو مش ده فيه تناقض؟ يعني احنا لسه قايلين ان هو محتاج ريل، يعني لو كان الزد ال ده ب 40 كنت على طول هقول له استخدم يا عم كوارتر ويفلنس وخلي الزد اي بتاعته بروت زد نوت في 40، يعني روت 50 في 40 ورايح دماغك. بس هو بيقول لي 40 زائد جي 8. خلينا الاول نشوف نعمل ده ازاي. لما نعمل نورماليزيشن لللود ده هنلاقيه بكام؟ 40 على 50.8 زائد 1.6 جي. تمام، عايزين نوقع اللود ده. نوقع اللود ده على سميث تشارت. على سميث شارت. هنيجي نشوف البوينت 8 اللي هي الدايرة دي، وقلنا زائد 1.6 جي، هنشوف 1.6 دي فين، اللي هو الأرك ده 8. البوينت 8 هي الأرك ده اللي هو 0.16، يعني النقطة بتاعتي هنا. ماشي، عايز ارسم الدايره بتاعه الكونستانت ماجنيتيود للجاما. ارسم دايره كده، طبعا للاسف يعني الدوائر يعني ما بتبقاش مظبوطة قوي بالنسبة لي. يعني خلي بالكو واحنا بنرسم الدايرة مش شرط تبقى زي الدايرة بتاعتي بالظبط يعني. اوكي، طيب يعني مبدئيا عندنا دايرة بالمنظر ده بتقطع اللود بتاعي. ماشي، فده الزد ديل، وعايز اعمل ماتشنج باستخدام ال كوارتر ويف لينث ترانسفورمر لل يعني لللود ده. ماشي، طيب هل ممكن اتحرك شويه على اللاين؟ يعني بدل ما اعمل
بدل ما اوصل الترانسفورمر بتاعي دايركت، يعني سمي مثلا ده الترانسفورمر، بدل ما اوصله دايركت على اللود، يعني امشي شوية على اللود وبعدين اوصله، يعني اوصل الترانسفورمر بتاعي بعد شوية من اللود. ممكن اعمل ده ولا لا؟ ممكن. طب في، هل في نقطة لو انا مشيت فيها هلاقي اللود بتاعي بقى ريل، بحيث اقدر احط ساعتها الكوارتر ويف لينث ترانسفورمر؟ ايه رأيكم؟ يعني همشي من عند مثلا الزد لود الكوارتر الأول، بعدين أمشي بقى لحد ما أقطع الإكس أكسس، تاني اللي قصدي الأكسس الهوريزونتال. يعني همشي تاني، هقول لك اللي انا عايز اعمله. انا عندي originally المسألة عاملة ازاي، عندي زد ال وزد نوت، خلاص، وانا عارف ان الكوارتر ويفلينث ترانسفورمر محتاج يعني محتاج real input impedance، خلاص. فانا هعمل ايه؟ انا هاجي همشي الاول شويه على الامبيدنس اللي هي الزد نوت بتاعتي، وبعدين احط ترانسميشن لاين كوارتر ويف لينث ده بزد اي، وبعدين هرجع تاني لل بعدين هرجع بعدين شوية بعدين هرجع تاني للزد نوت، يعني ما فهمنا بقى، هرجع تاني زد نوت هنا، خلاص، بحيث يبقى عندي كده أكتر من سيكشن للترانسميشن لاين. السيكشن الأولاني أنا بتحركه، التارجت بتاعي بس الهدف منه ايه؟ هدف منه ايه يا شباب؟ ان انا اخلي الجزء ده كده كله ريد، وبعدين هحط اللامدا باي فور ماتشنج، وبعدين هحط الزد نوت بتاعي تاني عادي جدا. فهمنا الحتة دي؟ حد عنده سؤال فيها؟ طيب تمام، بس انا اقدر ازود في طول التنظيم لاين براحتي، يعني ده اللي احنا عملناه تحديدا. ماشي، فانت هتقدر تتحرك من هنا للنقطة دي زي ما قلت كده. دي كده اول نقطة الـ input impedance فيها ايه؟ real يعني. او ممكن برضو تعمل ايه؟ تحرك لحد هنا، دي برضو نقطة تانية الـ input impedance بتاعها real. احنا قلنا النقط دي كانت corresponding لو تفتكروا لإيه؟ للـ SWR، نقطة الـ SWR ونقطة الـ واحد على الـ SWR. فيعني لو جينا كده هنا نقدر نقول إن عندي اتنين أوبشن. أوبشن واحد إن أنا أنورماليزد بالنسبة للنقطة الأولانية، خلينا نكتب هنا كده واحد وده اتنين، ماشي. بالنسبة لأوبشن واحد هتلاقي الزد ان هنا بخمسة، يعني هنا المفروض تقطع في خمسة، خلاص، لكن هنا بس قطع ايه بعيد شوية، يعني المفروض تصغر سن، المفروض تقطع في الخمسة دي. هتلاقي الزد ان بخمسة كنورمالايز،
ساعتها ال زد ال كابيتال يعني هتبقى ب 250. طيب وعشان اوصل اصلا للنقطة دي محتاج اتحرك دي بكام؟ محتاج اتحرك دي ب 0.077 لامدا. دي الحركة اللي هي من الزد ال لحد النقطة دي، خلاص؟ ساعتها لو انا عايز اعمل ماتشنج هتلاقي ان انت محتاج زد اي هتساوي روت 50 في 5، روت 50 سوري في 250، يعني 111.8 اوم. ده كده اوبشن 1. حد مختلف على الاوبشن ده؟ طيب بالنسبة لاوبشن 2 فأنا همشي العكس، يعني همشي كده لحد هنا. فمن الآخر أكني بزود كام على الرقم اللي أنا طلعته فوق ده؟ بزود كام على الدي بتاع اللي فوق؟ لامدا اوفر 4 بالظبط كده، بزود 0.25 لامدا. بلاقي إن الدي ب 0.327 لامدا، والزد ان ساعتها بوينت 2، فال الزد ان كابيتال ب ب 10 اوم. ماشي، دي برضو اوم. فاللامدا باي 4 اللي اقدر احطه محتاج الزد اي بتاعه يعني بروت سين في 10، يعني 22.36. تمام كده؟ حد عنده سؤال في الحتة دي؟ يبقى الزد اي اللي احنا بنطلعها هي الزد بتاعت الترانسميشن لاين ده اللي هو اللي في النص، خلاص؟ ماشي. انا ما استخدمتش ناخد بالنا من حاجة عشان برضو نبقى يعني متفقين. انا ما استخدمتش ال سميث شارت بالنسبة للزد اي، يعني انا توقفت بس في استخدام سميث شارت عند النقطة دي، عند الحتة دي. ماشي، ان انا اجيب الانبوت امبيدنس هنا. ما كملتش ان انا مثلا بعد كده لو انا عايز ارسم سميث شارت للجزء ده هعمل ايه؟ هعمل زي السؤال اللي احنا خدناه هنا. كان عندي برضو 2 ترانسميشن لاينز مختلفين وبستخدم سميث شارت عليه. فلو عايز اعمل كده ماشي، هنورماليزد بقى تاني بالنسبة للزد اي، وامشي بقى على الزد اي ده لامدا على 4 واشوف هيطلع لي امبيدنس كام، وبعدين هتاكد انها ايه يعني تماتش الزد نوت. يعني من الاخر انا لازم الامبيدنس اللي تطلع من هنا تكون بتساوي الزد نوت، خلاص. بس انا يعني زي ما اتفقنا احنا توقفنا في استخدام سميث شارت هنا، ما كملناش لحد هنا، وده اللي معمول عندكم في الاكزامبل في المحاضرة يعني. واعتقد ده اللي يعني منطقي نقف عنده يعني. خلينا نرجع كده. يعني في اكزامبل كده في المحاضرة اهو. اللي هو example 9.2. example ده نفس الفكرة بتاعت السؤال بتاعنا، وحلها برضو بنفس الشكل، يعني بنوصل بس للنقطة اللي احنا اللي نقدر نماتش عندها الريد، وبعد كده simply بنحسب ال زد اي وخلاص. تمام؟ ماشي.
حد عنده سؤال هنا؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ معلش، هو ال زد ان كابيتال كنا جبناها ازاي؟ او الزد الزد ولا سمول ان يعني اللي ريشن هي زد ان سمول بتساوي ما هي بتقرا القيمه بتاعتها هنا. يعني هي هنا وقفت عند 50 يعني لا انت هنا واقف المفروض او عند 5، 5. او هنا بوينت 2، تمام. يعني هنا واقف عند بوينت 2 وهنا واقف عند 5. بس زي ما قلت لك هي يعني السيركل عندي مش مظبوطه قوي، يعني هي المفروض تبقى واقف هنا وهنا خلاص المفروض تبقى واقف عند تمام بوينت 2. تمام تمام مشكور. اوكي ماشي نكمل. ماشي نكمل، ناخد سؤال من example، يعني سؤال من problem 3 و4 وسؤال من problem 1 و2، لأنه زي ما بقول لكم هو يعني الدنيا شبه بعض يعني. ده بقى بنسميه ال stub matching، يعني single stub matching. خلاص ده فكرته، فكرته ايه؟ خلينا نفكر كده مع بعض. سيبك من الكاباسيتنس دي، يعني الكاباسيتنس دي كده بس يعني شوية حركات كده في السؤال. أو مثلا برضو بالنسبة للسؤال الفور ده، سيبك من الريزيستنس دي برضو، يعني مش هي دي أصل الموضوع. أصل الموضوع إن أنت بتستخدم ستوب بس. خلاص طيب خلينا نسأل نفسنا سؤال، هو الستوب ده أي ستوب في الدنيا؟ خلاص يعني منتهي بشورت سيركت او منتهي باوبن سيركت او ايا كان. ده مثلا اوبن سيركت ستوب، اوبن سيركت ستوب يعني ده اخره هنا اوبن سيركت. خلاص بس في عندنا برضو شورت سيركت ستوبز، يعني ده مثلا اوبن سيركت، دول شورت سيركت، دول شورت سيركت. خلاص لا ده اوبن سيركت برضه، بس يعني ايا إن كان انا بشوف هو مديني ايه وبشتغل. طيب هو بيقول لي، خلينا نمسك السؤال ده بس، بيقول لي بالنسبه للاوبن سيركت سيريز ستوب ده عايز يكونكته في حته يعني بحيث يعمل ماتشنج لللاين ده. طيب السؤال هو الستوب ده الامبيدنس بتاعته عامله ازاي؟ زد ان بتاعته اخبارها ايه؟ يعني انا متوقع لي امبيدنس، الانبوت امبيدنس عامله ازاي؟ يعني بتبقى مثلا ريزيستيف رياكتيف، بتبقى عامله ازاي؟ يا شباب طيب هو الستوب ده ترانسميشن لاين يا شباب، يعني ده جزء من الترانسميشن لاين عادي جدا، يعني ده ترانسميشن لاين برضو ده كده. خلاص فانا عايز اشوف الانبوت امبيدنس بتاعته هنا، من هنا زد ايه. ف يعني لو انا عندي من الاخر اوبن سيركت هنا كده، دوت اوبن سيركت، ده اوبن سيركت، يبقى الزد ان اخبارها ايه؟ ريل ولا مش ريل؟ الماجنيتيود بتاعها كام؟ يعني قولولي كده حاجة. اي حاجة دي اللي هي كانت مش عارف بتبقى جي زد نود في الكتان تقريبا جي زد تقريبا نوت في كتان بيتا ال. ماشي ممكن تفكر فيها كده، وممكن تفكر بقى باستخدام سميث شارت. هي كانت ماينس جي زد نوت باين كوتان. ممكن تستخدم سميث شارت برضه، انت عارف ان انت هتبقى اوبن سيركت صح؟ وده لاين ماشي؟ فهتبقى بتفضل ماشي فين؟ على الدورية اللي بره. الدورية اللي بره دايما مالها؟
دايما رياكتيف صح؟ صح ولا ايه؟ بالظبط. تمام. يبقى مهما يعني مهما اللود ده كده اتشقلب من الاخر، او مهما الاستاب ده عملت فيه البدع، انا مش هقدر استفيد بيه غير ان انا اجيب لود رياكتيف صح؟ يعني مش هيفيدني في اي حاجة تانية. يا اما هيبقى الانبوت امبيدنس بتاعته اوبن سيركت، يعني هي اوبن سيركت، وطول ما انا ماشي رياكتيف 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 رياكتيف، يا اما اوصل للشورت سيركت يا اما يكمل رياكتيف. يعني يا اما هتبقى زيرو يا اما بانفينيتي يا اما رياكتيف، مفيش حاجة في النص. فمن الاخر انا يعني لا هستفيد بيه وهو زيرو اوم، ولا هستفيد بيه وهو انفينيتي اوم. ماشي، انا هستفيد بالجزء الرياكتيف بتاعه ده. ماشي. طيب رياكتيف يعني لازم الحتة دي لو انا هعمل ماتشنج بيه، يبقى لازم الانبوت امبيدنس هنا تبقى عاملة ازاي؟ تاني، انا بستخدم الستوب ده للماتشنج خلاص، فهو هيماتش حاجة، هو رياكتيف بس، يعني هو جي في حاجة خلاص معمول ان سيريز مع الايه الانبوت امبيدنس من هنا. فلازم الانبوت امبيدنس اللي داخله عليه تكون كام عشان تعمل له ماتشنج؟ يعني لو مثلا الستوب ده بيجيب لي جي 50، وانا عايز اعمل بيه ماتشنج للزد انبوت اللي هنا، يبقى لازم الزد ان اللي هنا تبقى كام عشان التوتال بتاعهم هما الاثنين يكون ماتشد؟ نيجاتيف جي 50 بقى. حلو، لو هو بنيجاتيف جي 50 كده التوتال زد ان بكام؟ بزيرو. بزيرو. طب هو انا عايزها بزيرو ولا عايزها بكام؟ انا عايز الريفليكشن بزيرو، يعني عايز الجاما بزيرو، والجاما بزيرو يبقى الزد ان بكام؟ هتيجي اهي. طب نرجع للسؤال تاني، لو انا عندي، لو انا معلش ممكن تعملوا ميوت يا شباب بس عشان في فروشة كده. نرجع للسؤال تاني، لو انا عندي اي زد نوت في الدنيا عشان تبقى ماتشد، لازم الزد ال تعمل ايه؟ تساوي كام؟ يساوي الزد نوت صح؟ فعشان ده يبقى ماتشد لازم الانبوت امبيدنس هنا يساوي زد نوت ماينس حاجة، ماينس جي حاجة. الماينس جي حاجة دي او بلس جي حاجة دي اقدر اكنسلها باستخدام الستب. هو ده بقى اللعب في السؤال بتاع السنجل ستب ماتشنج. من الاخر انت المهمة بتاعتك، انت عندك مهمتين خلاص، ان انت تخلي الانبوت امبيدنس هنا بزد نوت زائد جي حاجة خلاص، وان انت تكنسل الجي حاجة دي باستخدام الستوب. لحد هنا في حد عنده سؤال؟ لا لا تمام. ماشي، حد عنده سؤال يا شباب؟ خلينا بقى نشوف السؤال نفسه. 50 اوم terminated by 30 minus 30 ماينس جي 60، وحاطط لي ريزيستنس ب 30. يعني من الاخر ده لعب بس في السؤال، هو كل الحكايه يعني انا في النهايه عايز التوتال هنا يبقى زد نوت يعني.
فهو من الاخر مديني 30، يبقى انا عايز الزد ان ب 20 عشان في النهايه التوتال بتاعهم يبقى زد. يعني من الاخر الريزيستنس دي مش اساسيه خالص في السؤال بتاعي ده، بس تركايه كده خلاص. يعني ملهاش لازمه في الماتشنج. من الاخر الريزيستنس دي اقدر اعمل ماتشنج من غيرها عادي جدا، بس بيصعب عليا السؤال شويه. فخلينا اول حاجه نحط اللود بتاعنا، نوقع اللود بتاعنا. فانا عندي 30 ماينس جي 60 نقسم على 50، هتلاقي ال 30 دي 0.6 ماينس 1.2 جي. اوكي 0.6 ماينس 1.2 جي، نيجي نوقع بقى. ادي دايرة ال 0.6 وعندنا ماينس 0.2 جي ماينس 0.2 جي اهو، يبقى اللود بتاعي هنا هنا كده، ده اللود بتاعي خلاص. اتأكد بس من اللود ده. لا هو مش ماينس جي بوينت 2، هو ماينس جي 1.2، يعني هو هنا 0.6 اللي هي الدايرة دي ماينس جي 1.2 اللي هو هنا، يبقى اللود بتاعي هنا تمام. ده اللود ماشي. عايز اقيس ريفليكشن كوفيشنت وريتيرن لوس ومعرفش ايه، والله بكل بساطة هقوم جايب الخط بتاعي قايس الحتة دي وهروح أوقعها فين؟ هروح أوقعها على الحاجات دي كلها بقى، ألاقي تقريبا عند 4.5 كده، ألاقي إن أنا هنا تقريبا. فعندك الريتيرن لوس هتقيسها من هنا، والريفليكشن كوفيشنت معاك كل حاجة تمام خلاص. هتلاقي ريفليكشن كوفيشنت خلينا نكتبه هنا كده مثلا، الحاجة بتاعتنا تلاقي الجاما تساوي 0.64 وانجل ماينس 72. طبعا احنا عارفين نجيب الانجل ازاي، اس دبليو ار بي 4.5 ريتيرن لوس ب 3.9 دي بي تمام. ريتيرن لوس ب يعني هي المفروض تبقى ازيد شويه يعني في الحته دي كده 3.9 دي بي خلاص. كده جبنا اول كام مطلوب، الريفليكشن كوفيشنت الفي اس دبليو ار والريترن خلاص. طيب عايز the shortest distance from the load towards the generator at which the current along the line is minimum. current along the line is minimum، لو قلنا current minimum يعني ايه؟ يعني الفولتج ماله؟ ماكس، يعني الفولتج ماكس خلاص. وقلنا ان انهي نقطة هي الفولتج فيها ماكسيمم، خلينا نرسم الدايرة بتاعتي. ماشي.
قلنا انهي نقطة الفولتج بتاعتي فيها ماكسيم؟ بس كنا قايلينها هنا يا شباب، من الفي ماكسيم من الفي مين. فلو هو عايز الكرنت مينيمم يبقى عايز الفولتج ماكسيمم، يبقى يتحرك من اللود لحد النقطة دي، صح؟ يبقى ده سؤال بي، دي النقطة اللي بدور عليها في سؤال بي. خد بقى، بتلف كده، خد القيمة دي شوف هتطلع كام بالظبط. بس ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنحسب القيمة دي، ان انا هنا واقف عند مثلا وليكن يعني لو عملنا اكستنشن كده للخط ده، انا واقف عند مثلا 0.35، وهنا هبص هلاقي هنا 0.25. هل ده معناه ان انا اتحركت ماينس 0.1؟ يا شباب انا اتحركت ماينس 0.1. لا انا بمشي الناحية التانية اصلا. بتمشي الناحية التانية، فانت هتحسبها ازاي بقى؟ خلي بالك زي ما قلت لك، ممكن دي زي مسطرة. ممكن تعمل ايه بقى؟ سيب ال 0.5 ماينس القيمة اللي انا واقف عندها، وبعدين اجمع بالقيمة اللي انا قريتها دي. بالظبط كده، يعني انت هتعمل ايه؟ هتقيس الاول الحتة دي من 0.35 لحد هنا، دي اللي هي نص، هي مش مكتوب عليها نص برضو خلي بالك، بس انت عارف انها نص، يعني هتلاقي مكتوب عليها زيرو، بس اخر نقطة هنا 0.49، يعني فانت عارف ان دي نص كده. فنص ماينس ال 0.35 هيديك 0.15. اجمع عليها بقى المسافة اللي انت قريتها دي بقى اللي هي 0.25، هيديك حوالي 0.4. ماشي، تمام. فنلاقي المسافة بتاعت جزء بي او دبل اي 0.4 لمدة. هي الحقيقة يعني هي اقل شويه من 0.35، يعني هي اقل حاجه بسيطه قوي، نقطه بسيطه قوي، فهتلاقي ان هي مثلا 0.401 لامدا حاجه كده يعني. طبعا الحاجات دي يعني الحنتفه قوي في قيمه اللامدا وقيمه الديستنس و0.401 ولا 0.402، الكلام ده مش بيفرق قوي في الامتحان يعني. انت بس حاول تكون as accurate as you can. والله عرفت تمام، لقيت ان الارقام بتضرب، يعني الارقام بتلخبط او كده، عادي خد الرقم الابروكسيمت خلاص. يعني لو دي 0.401 وانت حلتها 0.4 عادي، يعني مش هيحصل حاجه. فيعني انا بس بنفكر مع بعض هنا، ف بنحاول نكون accurate as possible. طيب the position D at which an open circuit stop should be connected. حلو قوي، لحد هنا، لحد النقطة دي في السؤال أنا مفيش حاجة جديدة، يعني مفيش حاجة جديدة بدور عليها. السؤال الماتشنج بيبتدي بقى من triple I و part 4، بيقول لك the position D at which an open circuit series stop should be connected after the series resistance towards generator in order to match the impedance. يعني من الآخر عايز الطول اللي هو الدي ده بكام؟ الدي ده بكام؟ المسافة دي المفروض تكون كام عشان يركب الستاب بتاعه؟ طيب خلينا نفكر. بس هو مش انا لو واقف عند النقطة دي هتبقى زد نود اللي انا شايفه، لو واقف عند ايه؟
عند النقطة اللي بعد الدي، بعد ما امشي مسافة، بعد ما امشي ديستنس دي. هل انت واخد في اعتبارك الستوب ولا لأ؟ يعني لو انت بتبص على الانبوت امبيدنس على اللاين لحد الار او قبل الار، هل دي المفروض تكون زد نوت؟ كده تبقى towards اللود يعني، يعني اعتبرها زد نود بس towards اللود. لا بص، خلينا يعني نبسط الموضوع. نمسح كل الكلام ده كده. بص مع بعض تاني، ماشي؟ انا عايز اماتش، خلاص عايز اعمل ماتش. فانا يعني اقصى طموحي، ماشي، هو انا على فكره اللاين لوحده ما يقدرش يعمل ماتش. يعني انت مهما اتحركت على اللاين، لو انت عندك دايره، دايره اللاين اهي، مهما اتحركت عليها، هل وصلت لاي نقطه فيها الامبيدنس بزد نوت، يعني من الاخر الريفليكشن كوفيشنت بصفر، هل في اي نقطة هنا الريفليكشن كوفيشنت فيها بصفر؟ لا لا. يبقى انا اللاين ده لوحده مش هو اللي هيعمل لي ماتش. انا اقصى طموحي من اللاين ده ان انا احول الريل بارت بس لزد نوت. يعني انا كل هدف الحتة دي، الجزء ده من المسألة، ان الريل بارت بتاع الانبوت امبيدنس، لما ابص على الزد ان الاقي ان الريل بارت ده بزد نوت زائد جي حاجه زائد جي ايه مثلا، خلاص. وباستخدام الستوب ده اكنسل الماينس الجي اي دي، فيبقى ده كمان ماينس جي اي، فالتوتال ده يكنسل ده، ويتبقى ان الزد ان بقى في الحته دي زد ان بتساوي زد ان. فهمنا الحتة دي ولا لأ برضو؟ أو حد عنده سؤال؟ طب هو كده الزد ان دي اللي حضرتك حاطط السهم عليها تبقى يعني المفروض السهم للشمال ولا لا؟ ايه علاقة السهم، يعني ايه علاقة اتجاه السهم بالزد ان؟ هو مش الزد ان ده اللي هو يعني towards generator، باخد الزد اللي كلها towards generator. لا، انا الزد ان بحسبها عند بوزيشن معين، بشوف الجنريتور شايف كام، او النقطه دي شايفه امبيدنس كام، ملهاش دعوه انا بص كده ولا بص كده. يعني هو كده كده انا بحسبها بالنسبه للسيجنال اللي نازله على عندي، يعني بحسبها من وجهه نظر الجنريتور. بس انا يعني مش محتاج ان انا اتحرك، يعني انا دايما في السؤال بتاعي بتحرك towards الجنريتور، سواء هنا أو هنا، يعني دايما بمشي كده، بختزل الحاجات دي في نقط تانية towards the generator. ايه بقى، ايه مشكلة، يعني ايه اللي انت، ايه اللي ملخبطك، يعني ايه الجديد في السؤال ده ملخبطك بالنسبة لل زد ان؟ انا كنت فاكر ان الـ convention زي ما حضرتك قلت ان احنا بنمشي towards الـ generator، فقلت ان الـ Z input يعني اي حاجة معايا من النقطة دي لحد الـ generator. اي حاجة معايا من النقطة دي لحد الجنريتور، ماشي. طب ايه المشكلة؟ من نقطة الـ R يعني اللي هي اللي عندها resistance. لا، هي ما هو مش ده ترانس، ما هو ده ترانسميشن لاين برضو، ليه انبوت امبيدنس في حد ذاته، فده ممكن اقوم كنسل كده اللود ده وحاطط الانبوت امبيدنس بتاعته هنا، خلاص. وبعدين هيشوف ار، فممكن اكنسل الاثنين دول مع بعض واحط انبوت امبيدنس هنا، وبعدين هيشوف الستب، فممكن اكنسل دول كده مع بعض واحط انبوت امبيدنس هنا. يعني ايه المشكلة بقى؟
خلاص تمام فهمتها يعني. فهمتني؟ تمام ماشي، نرجع للسؤال. عايز يحط open circuit series stub بعد series. فاحنا لازم نبقى فاهمين احنا عايزين من الاخر الريل بارت بتاعك. خلينا نحل يعني خلينا نتجاهل السيريز ريزيستنس دي دلوقتي. خلاص، لو انا بحل السؤال ده من غير السيريز ريزيستنس، يبقى انا عايز الانبوت امبيدنس اللي انا شايفها هنا. خلي بالكوا السيريز ريزيستنس مش موجوده، يعني انا دلوقتي بحل لكن بقنع نفسي ان السيريز ريزيستنس دي مش موجوده. ساعتها انا عايز الانبوت امبيدنس بتساوي زد نوت زائد جي اي. طب لو هي نورمالايزد زد ان هتبقى بتساوي كام؟ واحد زائد جي اي حاجة ايه على زد نوت، اي جي مش فارقة معايا، جي على زد نوت. صح؟ حد عنده اعتراض على الكلام ده او حد مش مقتنع بيه؟ شباب؟ لا تمام. تمام. حلو قوي. طيب يبقى اجي هنا بقى، خلاص اجي هنا اسال نفسي فين في السميث شارت دي الزد، يعني اقدر الاقي مكان الزد نوت فيه بيساوي سوري الار ال الار ال بتساوي كام؟ بتساوي واحد. احنا قلنا احنا بندور على زد ان ب واحد زائد جي حاجه زائد جي سمثينج وات ايفر بقى هو ايه. خلاص، فانا فين المكان اللي الار ال فيه بتساوي واحد او الريل بارت فيه بيساوي واحد؟ الدائرة اللي بتعدي بالأوريجن. الدايرة اللي بتعدي بالأوريجن، مظبوط. يعني هاجي كده هنا عندي دايرة، أحاول أغير لونها بيرضى. يا شباب سلام. نيجي تاني، عايزين وبقى بيبوظ لي الدوائر. في اوبشن فيلز واوبشن بوردرز، يعني خلي الفيلز بزيرو انا عايز نو فيل والبوردرز فيل كلر، يعني خلي الفيلز بزيرو اوباسيتي والبوردرز ماكسيمم اوباسيتي. خلاص حلو الكلام، بس هو الفيلز بزيرو اوباسيتي بيقوم شايل البوردرز برضه، ما علينا. ماشي، نرسم بقى دوائر هنا. طيب، فالدورية دي بقى يا شباب اللي هي بتعدي بالأوريجن، الدورية دي عندها اللي هي اللي بالأزرق دي عندها النقط كلها الزد ال بتاعتها او يعني الار ال بتاعتها بواحد. فانا لو عرفت اوصل للدايره دي يبقى انا عرفت اخلي الزد ال بتاعتي، يعني اقدر اعمل ماتشنج باستخدام النتورك دي. هتبقى الار ال عندي بواحد وعندي حاجه في الجي مثلا انا واقف هنا عند الزد ال ده اللود بتاعي، فهفضل امشي لحد ما اوصل للنقطة دي.
النقطة دي ميزتها ايه؟ ان ال RL بتاعتها بواحد. طب وال reactance بتاعتها بكام؟ والله بص هنا الاقي ال reactance بتاعتها مثلا ب 1.6، ساعتها يبقى انا عندي ال ZN بواحد زائد J 1.6، اقدر اعمل ال stub عكسها minus J 1.6 يعني، ويكنسل ال effect بتاعها. يبقى انا كده عرفت اعمل matching باستخدام ال stub ده. او بدل ما اقطع في النقطة دي همشي لحد النقطة دي، تمام؟ ما هي النقطة دي برضو بتحقق نفس الكونديشن، بس المرة دي هتبقى مثلا هنا ماينس جي 1.6، فالستوب محتاج يمشي اكتر شوية لحد هنا. في مشكلة؟ خلي بالكوا كل الكلام اللي انا بقوله ده assuming ان ما عنديش resistance، assuming ان ما عنديش resistance. وده وعلى فكرة ده common case، يعني ده الكيس الكومن اكتر، ان انا ما يبقاش عندي resistance. resistance دي بس حاجة في السؤال عشان يلخبطك. اوكي، فلو انا زي ما اتفقنا ما عنديش resistance، انا simply همشي ل ال R بتساوي واحد، السيركت اللي هي R بتساوي واحد، أشوف أنا مشيت قد إيه، وتبقى ده المسافة بتاعة ال D. في مشكلة في الكلام ده ولا إيه؟ لا تمام. ماشي. حد عنده سؤال يا شباب؟ حد طيب يعني مش مجمع، مش فاهم؟ هو احنا كده جبنا الدي ولا ال ال؟ انا الحتة دي سقطت مني خالص. لا احنا كده بنجيب الدي، احنا كده بنمشي اللود لحد ما يبقى الامبيدنس بتاعته بتساوي زد نوت زائد جي حاجة. كده احنا مشينا في الاتجاه ده، يعني احنا جبنا بس الدي ما جبناش ال ال. ال ال ده بتاع الستب، ده هنجيبه بعدين. تمام، اوكي. تمام، جميل، ماشي. انا بقى مشكلتي ايه؟ ان انا السؤال اصلا ما كانش، يعني خلوني بقى يعني ممكن عارف نكمل على الرسمة دي ولا تحبوا ننقل في رسمة تانية؟ نكمل عادي، مفيش مشكلة. خلينا نكمل عادي. طيب انا السؤال زي ما اتفقنا هو مش عايز بقى انترسكت مع الار ب1، يعني مش عايز انترسكت مع الدايره اللي الار فيها ب1، لان انت لو عملت كده هتلاقي في عندك ريزيستنس 30. يعني انت لو نجحت ان انت تخلي هنا فعلا 50 زائد جي حاجه، هتبص تلاقي في ريزيستنس 30 قامت طلعت في وشك خلاص، فهتخلي الانبوت امبيدنس بقى التوتال بكام؟ ب80. انت ما عارف كده، ما عملتش ماتشنج، فانت عايز لحد قبل الريزيستنس على طول تبقى الريزيستنس بكام؟ الجزء الريل بتاع الانبوت امبيدنس بكام؟ نيجاتيف 30. لا لو نجد، خلي بالك انا عايز الانبوت امبيدنس في الحتة دي كلها على بعض زي ما مكتوب كده بزد نوت زائد جي اي. انا لو خليت الجزء الريل بنيجاتيف، which يعني ما بيحصلش، فساعتها انا يعني هتبقى الزد ان بزيرو زائد جي حاجه. انا مش عايز الزد ان بزيرو، انا عايز الزد ان بزد نوت. فانا عايز مجموع الزد ان كاريل وال 30 اوم دي، عايزهم مجموعهم هما الاثنين بزد نوت. يعني انا عايز انكلود ال 30، بالظبط، هخليها 20 بقى، اخليها ايه؟ هخليها اخليها 20. 20 بالظبط كده، اخليها 20. يبقى هاجي كده على سميث شارت. طب انا لو عايز الار بتاعتي ب 20، يبقى يعني الجزء الريزيستيف من الزد لود عايزه ب 20، يبقى ده يترجم بكام على سميث شارت؟ 0.4. بوينت 4. يبقى هدور على الدايره اللي الامبيدنس بتاعتها بوينت، الاقي انها
الدايرة دي. يعني طبعا برضو يعني هتبقى الدايرة اللي بالأصفر دي كده، دي الدايرة اللي الإمبيدنس بتاعتها بوينت أربعة. هي طبعا صغرها سنة بسيطة، أيوة سنة كمان. يعني هي الدايرة دي اللي هي بالأصفر، شايفينها؟ انا دلوقتي بدل ما كان المفروض امشي لحد الدايره دي، وانا باكد تاني ان معظم الكيسز ان انا المفروض امشي اصلا للدايره اللي الار فيها بواحد، لان ما بقاش فيها بقى حوار الريزيستنس ومش ريزيستنس. هتلاقي دي الكيس اصلا اللي في المحاضره، تلاقوا الكيس دي اللي في المحاضره بيمشي للدايره اللي الار فيها بواحد، مفيش لا ريزيستنس ولا في عك ولا في اي حاجه هنا. لكن انا السؤال بتاعي يعني فيه فكره شويه، فانا بدل ما همشي من اللود لحد النقطه دي، لا انا همشي من اللود لحد النقطه لحد النقطه لحد النقطه دي. ماشي، نرسمها بلون تاني. امشي من اللود بتاعي، هفضل ماشي على الكونستانت جاما سيركل بتاعتي لحد ما اوصل للنقطة دي، خلاص؟ او ممكن لحد ما اوصل لفين، لحد ما اوصل لهنا برضه، ما هي بتقطعها هنا برضه، يعني الاتنين valid يعني. لحد هنا في مشكلة؟ في مشكلة يا شباب؟ تمام، مفهوم. فألاقي النقطة دي بتتحقق عند يعني أسمي مثلا النقطة دي أسميها سي، ألاقي قيمة طبعا هنشوف انا اتحركت كام، يعني هشوف انا واقف هنا عند كام وواقف هنا عند كام، عند السي هنا بكام، الاقي السي يعني كام هنا، بوينت خلينا نحاول نشوف كده. 0.112 تقريبا، ماشي، 0.112 تقريبا، يعني لو خدنا خط من هنا 114 خطوط، هنا خدنا خط، نعمل كده. يعني تقريبا 0.12 0.12 لندن، هي 0.12 فعلا. وهقيس من النقطة اللي أنا كنت قاطع عندها تحت، اللي هي 0.349 0.35 يعني، فألاقي إن ال دي بتاعتي المفروض ب 0.271 لندن. تاني الحنتفة مش أساسية، يعني لو طلعتها 0.27 يعني مش هيزعل، وأعتقد حتى لو طلعتها 0.26 أو 0.28 برضو يعني مش مشكلة أوي.
المهم بس تبقى فاهم انت يعني بتتحرك ازاي. اوكي، ومهم برضو تبقى فاهم انت بتتحرك على انهي دايرة. يعني خلي بالك انت، احنا راسمين دوائر كتير، انت اللود بتاعك على الدايرة اللي بالاحمر، وده اللي انت بتتحرك عليه، بتحاول بقى تانترسكت مع انهي دايرة، هو اللي ده اللي بيختلف يعني. تمام. طيب اخر حاجة اللينس بتاع ال ال نود، اللينس بتاع ال ال نود. عايز اللينس ال ال نود عشان يعمل open circuit series stub that should be connected في النقطة دي. اعمل ايه؟ طيب انا ببساطة اقدر اشوف انا كان الامبيدنس بتاعتي كام في النقطة اللي اسمها سي دي، الرياكتنس يعني. هتلاقي ان الرياكتنس بتاعتك حوالي كام؟ همشي على الدايرة اللي انا بتاعت الرياكتنس، الارك بتاع الرياكتنس، عشان اعرف الرياكتنس بتاع سي. الاقي الرياكتنس بتاع سي يعني النقطة اللي قبل الستب على طول، الزد ان بتاعها كنورماليزد هو 1 + j.85. دي هتلاقيها النقطة دي اهي 0.85، ماشي؟ طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز اعمل open circuit stub يكنسل ال 0.85 دي. فاعمل ايه؟ ال open circuit بتبتدي منين؟ ده اول سؤال. ال open circuit ال impedance دي اكنها سؤال تاني يا شباب، يعني ده اكنه انسى ال smith chart دي كاملة، اكني ببتدي سؤال من اول وجديد. الاوبن سيركت بتاعتي فين؟ على اليمين. على اليمين. فاقوم جاي هنا مثلا اختار اللون ده، اقوم جاي هنا اقول له والله ادي الاوبن سيركت بتاعتي. طيب انا عايز اوصل للامبيدنس بماينس جي بوينت 85، يبقى انا محتاج اتحرك من هنا لحد ماينس جي 0.85. لو انا اتحركت القيمة دي هلاقي الامبيدنس بتاعتي ظبطت بحيث انها تعكس الامبيدنس دي وتكنسلها. فهبص بقى الاقي ان انا كنت واقف هنا عند 0.25، طيب ماينس جي 0.85 الاقيها عند يعني 0.388 لمدة تقريبا. خلاص، يبقى الـ المسافة بتاعت ال L هتبقى 0.388 لامدا ماينس 0.25 لامدا، اللي هو بي هو معلش هو كانت شورت سيريز ولا شورت سيركت ولا كان ولا كده اوبن سيركت. هو عامل اوبن سيركت سيريز ستوب، ودي حاجة بصراحة غريبة شوية عمليا يعني، او مش غريبة بس عادة ما بتحصلش يعني. يعني هو لو السؤال طالب open circuit فعلا، يعني لو هو ظهر يعني طلب فعلا منكم في الامتحان مثلا open circuit، خلاص هتعملها كده وخلاص، مش هتغير فيه. بس عادة السيريز بيبقى short circuit. عادة بنستخدم short circuit stubs عموما يعني.
بس مش مشكلة يعني، لو هو طلب open circuit هو حر يعني. فهتلاقي ان هي النتيجة اللي 0.138 لامدا. طب لو هو طالب short circuit عادي، هتتحرك في الشورت سيركت تفضل تلف تلف تلف، يعني هتزود 0.25 على القيمة دي. فتقدر تحلها كده لو هو كان مديك في السؤال ان هو هيستخدم شورت سيركت سيريز ستوب. تمام كده يا شباب، حد عنده مشكلة في السؤال ده؟ انا عارف يعني، عارف بقى احنا يعني السكشن ده مكثف شوية، انا متخيل يعني. حد عنده مشكلة في السؤال ده؟ معلش، آخر حاجة بس في السؤال ده، اللي هو الـ open circuit دي مكانها فين في الرسمة هنا؟ عشان أنا مش فاهم. أهي الـ open circuit هنا، هنا يعني. دي الـ open circuit وده اللاين بتاع الـ open circuit اللي هو بنسميه الـ stop يعني، خلاص؟ فده اللينس اللي انت محتاج تتحركه، بحيث لو بصيت بقى على الانبوت امبيدنس هنا هتلاقيها ماينس جي 0.85، ده اللي هو نورمالايزد يعني، فتكنسل الانبوت امبيدنس اللي من هنا، فيتبقى لك من الاخر الانبوت امبيدنس، هي هتكنسل الجزء الايماجيني يعني، فيتبقى لك الانبوت امبيدنس توتال بقى لما تبص هنا بقى من بره كده هتلاقيها بايه؟ بزد نوت. هو ده معناه ان الستامب ده بيشوف لود انفينيتي صح؟ بيشوف لود بانفينيتي يعني، يعني هو شايف اوبن سيركت يعني تقصد. هو هنا شايف اوبن سيركت، بس هنا يعني لما تتحرك عليه لينس وتوصله انت هتجيب له الانبوت امبيدنس، فالانبوت امبيدنس ساعتها مش شرط تكون يعني اوبن سيركت، مش شرط تكون انفينيتي يعني، فاهمني؟ بس ده يعني عامل زي اريال كده هو صح؟ لا لا مش اريال، لا امال يعني سلكة في الهواء كده هو نعبر عنها بإيه؟ ما هي برضو ما بتبقاش في الهواء يعني، مش شرط ده يا جماعة يكون هواء يعني، ده ممكن يكون تشيب لكن لو كانت مثلا. في الهواء ممكن نقول عليها اريال. لا يعني مش بتبقى كده يعني، خلينا ممكن ابقى اجيب لكم examples الموضوع ده practical يعني. طب لو كانت بتنشر في مجال معين هل هتبعت موجات؟ هتبعت؟ لا هتبعت ده احنا بنتكلم على انتنة. انتنة بقى لا يعني، لينا قصة تانية مع الانتنة يعني، يعني دي ما بتبعتش أمواج؟ دي مش بتبعت حاجة. لا أمال إزاي جزء من الترانسميشن لاين وماشي فيها موجة؟ ما هي جزء رياكتيف يعني، جزء الباور فيه هي بتاخد شوية وبعدين ترجع شوية، جزء رياكتيف فمش بيستهلك باور يعني. تمام. تمام. ماشي، هتلاقوا هنا نفس السؤال تاني، خلاص نفس السؤال تاني، هبقى انزل لكم يعني، ممكن انزل لكم ان شاء الله الفاينل انسرز بتاعته، بس بدل ما كان حاطط لي ريزيستنس هنا حاطط لي كاباسيتنس يعني، من الاخر بدل ما هزود يعني، انا المره دي هقطع فعلا في الدايره اللي الار فيها ب1 خلاص عشان اعمل ماتش، بعدين ازود ده، بعدين اكنسل بقى الرياكتنس كلها باستخدام الاستاب يعني، ما لا جديد يعني، مفيش اي فكره جديده، انت كده يعني حليت اصعب واحده دي. وتاني في الغالب يعني بنسبه 90% في الامتحان لا هيجيب لك ريزيستنس ولا هيجيب لك كاباسيتنس، هتبقى زي في الغالب يعني هتبقى زي اللي في المحاضره دي، اللي هو بن انترسكت عند الدايره اللي الار فيها بتساوي 1، وبنشوف الكاباسيتنس ونكنسلها وخلاص. هنا برضو هن انترسكت عند الار بتساوي 1 خلاص، بس هنزود القيمه بتاعه الكاباسيتنس او الرياكتنس بتاعت الكاباسيتنس. تمام.
سريعا بقى نخش في الـ في الاوبن سيركت ستب سوري البارلل ستب، هي نفس المساله بالظبط، يعني نفس المساله بالظبط، بس بدل ما تحلها باستخدام شورت يعني سيريز، حاجه سيريز مع حاجه، هتحلها باستخدام حاجه بارلل مع حاجه. طيب احنا في البارلل يفضل نستخدم ايه، الامبيدنس ولا نستخدم الادميتنس؟ ادميتنس بالظبط، يفضل نستخدم الادميتنس. ليه؟ عشان لما اجي اوصل للنقطه دي ويبقى عندي ادميتنس الستب بارلل مع ادميتنس اللود، اجمعهم على طول مع بعض وخلاص، بدل بقى ما اعمل بارلل كومباينيشن ما بينهم، لا اقدر اجمعهم على طول واريح دماغي، وبتبقى نفس البروبلم بالظبط. ودي بقى اللي شبه المحاضرة، يعني هو فعلا المحاضرة هنا كان مستخدم يعني admittance، مش مستخدم او مستخدم parallel stub. يعني هو كان اعتقد الدكتور قال لكم series سهل فاداكوا parallel، يعني هو series والparallel نفس الحاجة، الاختلاف الوحيد ان انت بدل ما بتستخدم الimpedance بتستخدم الadmin. خلاص طيب عشان احل السؤال ده يعني خلينا الاول، هو السؤال ده يعني التريك فيه او الصعب شويه فيه هو جزء ايه ده ماشي، اللي هو لو الفريكونسي زادت وما اعرفش ايه ده، ممكن نبقى نفكر فيه يعني مع بعض، وهشوف اصلا لو هو يعني انكلودد معانا ولا لا، هبقى اسال دكتور احمد يعني. فخلينا خلينا نعمل ايه، خلينا نحل السؤال ده لحد تريبل ار، ده كده اللي احنا نعمله في باقي السكشن، واشوف لو الجزء ده علينا هبقى ابعت لكم نوتس يعني عليه. بس بالنسبه للسؤال ده انا يعني مش عايز ندخل فيه، او يعني زي ما تحبوا، يعني احنا ممكن نحل السؤال ده كامل، بس هو الحقيقه كانت حل السنه اللي فاتت، موجود له فيديو يعني دكتور انجي كمان يعني كان حلاه، ف اعتقد يعني الافضل هنكون ان احنا نحل اكزامبل تاني يعني. فنحل لحد هنا ونتوقف تمام، ولا انتوا رايكم ايه، نحل برضو السؤال ده؟ هي يعني ماشي، يعني هنحل السؤال، خلينا نحل ال 3 points دول، السؤال ده هبعت لكم الفيديو بتاعه لو في مشكلة، يعني هو ان شاء الله برضو هتلاقوه نفس الافكار يعني ما فيهوش اي حوارات يعني. ونبتدي ان شاء الله، نبتدي في السؤال 2. طيب سؤال 2 اول مطلوب فيه، يعني اول حاجه بيقول لك ال ZL ب 60 ماينس جي 80 shortest distance from the load at which the current is maximum. current is maximum يعني ايه؟ يعني ال V minimum. ماشي، من حيث المبدأ هنروح على سميث شارت، انا عندي 60 ماينس جي 80، 60 على 50 ب 1.2، 60 ماشي، فانا بانترسكت الدايره ال 1.2، او المفروض كده اللود 1.2، هكتبها هنا عشان 1.2 ماينس جي 80. ماشي اللاج. اوكي كويس، ايه اللي حصل؟ لاج كبير شويه. طيب كده تمام تمام يا باشمهندس. طيب 1.2 minus 1.6 جي، ده ال normalized. خلينا نشوف ال 1.2 فين، 1.2 اهي minus 1.6 جي اهي. ده كده minus 1.6، ده كده ال 1.2، يبقى اللود بتاعي هنا.
ماشي، نرسم الدايرة بتاعت اللود. نرسم الدايرة بتاعت اللود بتاعي. لا حاجة بالمنظر ده كده يعني. بس بالشكل ده تقريبا، وده اللود بتاعي. اوكي، هو طبعا المفروض تتشفت سنة لليمين، بس يعني you get the point. طيب ماشي، أول حاجة عملتها اللي أنا رسمت اللود. بعد كده محتاج أعمل إيه؟ لو بالنسبة للسؤال اللي هو الكرنت ومش الكرنت، فأنا عارف إن الكرنت ماكسيمم عند إيه؟ عند أنهي نقطة، يمين ولا شمال؟ كرنت ماكسيمم شمال. عند الشمال اللي هي بتاعة ال V minimum. خلاص، فهلاقي ال كرنت ماكسيمم بكام، او محتاج اتحرك كام. هتلاقي ان انت محتاج تتحرك، هتقيس بقى هنا بكام وتطرح 0.5 ماينس القياس. هتلاقي ان انت محتاج تتحرك 0.187 نمبر. ده بالنسبة لأول سؤال. طيب تاني سؤال، The shortest position D at which short circuit shunt stub should be connected in order to match the load impedance. ماشي؟ short circuit shunt stub. حلو، يبقى احنا عايزين البوزيشن اللي اقدر اركب عليه short circuit stub واماتش بيه اللود impedance. جميل. طيب انا تاني في النهاية، انا الستب ده والـ input impedance اللي أنا هجيبها هنا لما أجي أعملها يعني أجمعها على الـ stub، زي ما اتفقنا لازم نجمعها كـ admit. مش هعرف أستخدم الـ Smith chart لو هي مش admitted، لو هي impedance يعني. فأعمل إيه؟ والله هعمل نفس الخطوات بالظبط، بس هقلب السيركت بتاعتي بدل ما هي admit impedance chart يعني، هخليها admittance chart. بس اكبرها شوية عشان شكلها مش منطقي. انا مش ممكن اشتغل impedance عادي واقلبها admittance في اخر خطوة خالص؟ لا، هقول لك ليه مش هتعرف. لو اشتغلت امبيدنس عادي و وصلت للنقطة اللي الزد فيها ب1، ماشي، ال ار ال يعني هي اللي فيها ب1، ساعتها لما تيجي تقلب الادمتنس هتلاقي الادمتنس الواي بتاعتها مش ب1. معرفش فهمت قصدي ولا ايه. عشان امشيها ستيب باي ستيب، لكل زي يعني كل زي كل رياكتنس اطلعها، كل سوري امبيدنس اطلعها اروح اقلبها الادمتنس. ما هو انت ممكن تعمل كده، بس المشكله ان انت مش هتعرف ان انت تمشي اصلا بالشكل ده. هقول لك ليه. خلينا بس الاول
نجيب الادمتنس واي ال. اقول لكم ليه مش هينفع نتحرك بالامبيد. الادمتنس واي ال هنسمي مثلا النقطه دي بي ولا حاجه. خلاص طيب انا عشان كده انا موصل غلط خالص يبقى كده مثلا هي فعليا انا تقريبا في حاجه غلط. بس ثانيه كده معلش يا شباب. لا لا تمام. ال زد ان بتاعتي هنا كده دي ال بي يعني النقطه بتاعت ال ماشي. طيب محتاج اتحرك بحيث يبقى عندي ادميتنس. يعني خلينا الاول نفهمها بالادميتنس. خلاص انا عارف ان انتوا يعني بتفكروا ازاي نحلها بالامبيد, بس خلينا نقتنع ان احنا ممكن نحلها بالادميتنس. لو انا خليت الادميتنس بتاعتي هنا واحد زائد جي حاجه ماشي, والادميتنس هنا جي حاجه او ماينس جي الحاجه دي هيكنسلوا بعض صح ولا لا؟ وساعتها الادميتنس هنا هتبقى واحد, اللي هي برضو معناها ان الزد نوت ب50. يعني لما الادميتنس تبقى بواحد الزد نوت برضو هتبقى ب50. طيب خلينا نشوف. فانا جبت الادميتنس وبحاول امشي على الادميتنس. خلي بالكوا احنا لما بنعمل يعني لما بننقل من الامبيدنس للادميتنس كل التشارت بتبقى ادميتنس. يعني كل التشارت اكنها قلبت ادميتنس. فانا لو عايز الادميتنس بواحد برضو هروح عند النقطه اللي هي واحد. حتى هو كاتب لك هنا ده الريزيستنس كومبوننت اللي هو ار على زد نوت اور الكوندكتنس كومبوننت اللي هو الجي على واي نوت. يعني من الاخر ده ايكوفالنت لده يعني. طيب لو انا عايز الامبيدنس بتاعتي واحد اعمل ايه؟ يا ريل بارت ريل بارت ريل بارت بتاع الادمتنس بتاعتي بواحد اعمل ايه؟ ارسم الدايره اللي بتمر بالاوريجن. هرسم الدايره دي او خلاص مش لازم ارسمها بقى انا شايفها يعني هتحرك لحد الدايره دي صح؟ هو عايز الشورتست ديستنس ولا عايز اي؟ طالما عايز الشورتست ديستنس يبقى لازم هو حل واحد اللي هو الحل ده. محتاج اتحرك لحد النقطة اللي بتقاطع اللي هي النقطة دي. يمشي كده. لحد النقطة دي. ماشي؟ طيب لو هو كان قايل لي لا انا عايز الديستنس وخلاص ممكن ساعتها اخد برضو النقطة اللي بتقاطع من الناحية التانية. قطع الواحد من الناحية التانية. برضو هتبقى valid. بس انا هو ما طلبش كده. هو عايز النقطة دي بس. نسمي دي مثلا نقطة C. خلاص؟ فعشان اقيس الشورتست ديستنس خلاص يبقى انا اوصل يعني اشوف البي ده بيقطع لفين واشوف السي بيقطع فين. ماشي واقيس المسافة دي ماينس دي الاقي المسافة طلعت لي ب 0.112 لندا. ماشي يعني اقل شوية من تم لندا يعني اقل شوية من ربع الحركة على التشارت. فهي مسافة منطقية يعني. تمام ده بالنسبة للمطلوب اللي هو دبل اي يعني اللي انا مسميه هنا دي. خلي ده نسميه اي ده نسميه دبل اي. خلاص دي كده المسافة
الشورتست ديستنس اللي اقدر احط فيها اللود بتاعي بحيث الادمتنس بتاعته تبقى 1 زائد جي حاجه. طب الادمتنس بقت 1 زائد جي كام؟ 1 زائد جي 1.45 تقريبا. يعني هي المفروض ان انا هقرا الارك اللي كورسبوندنج هنا هلاقيه هو عندي في الرسمه هنا باين 1.4 بس عندك هتلاقيها حوالي 1.45 يعني دي 1.45 جي دي الواي هنا خلاص. التارجت بتاعي ايه دلوقتي؟ حد يقول لي في الجزء الثالث من السؤال اللي هو عايز لينس الستب that should be connected at distance D to match the load impedance. هو شورت سيركت ستاب بعمل ايه؟ هاجي على سميث شورت. ايوه قول لي بقى جيب الستاب بقى قيمته بالنيجاتيف جي اللي عندي نيجاتيف 1.44. حلو ابتدي بالستاب ده شورت سيركت ستاب ابتدي منه يمين ولا شمال؟ شورت سيركت شمال. بس شورت سيركت شمال ده لو انا بتكلم على ايه؟ امبيدنس. امبيدنس يبقى الشورت سيركت فين لو انا بتكلم على ادمتنس؟ بقى يمين. يمين بالظبط. يبقى عندي هنا على اليمين ده الشورت سيركت بتاعتي اللي انا هبتدي منه عايز اتحرك لحد ما الاقي مسافه كام؟ 1.45 هنا كده خلاص. واشوف المسافه دي كام بالظبط. هتلاقي المسافة دي يعني بتقطع عند 0.34 معرفش كام 0.348 مثلا. point 346 مثلا minus 0.25 يعني هتلاقي ده بكام بحوالي 0.096 لمدة. خلاص كده انت خدت الشورت سيركت بتاعتك. ناخد بالنا كويس قوي من الحته دي من حته ان الشورت سيركت بالنسبه للادمتنس ادمتنس خلاص على اليمين مش على الشمال. فالادمتنس بتاعت الشورت سيركت دي لازم تبقى نورمالايزد يعني ب 1. ماينس 1.45 عشان تكنسل الادمتنس اللي كانت عند النقطة C. خلاص لحد هنا في حد مش فاهم السؤال؟ في حد عنده سؤال؟ طيب حد عنده سؤال؟ محدش عنده سؤال. جميل. في بقى السؤال الاولاني ده زي ما اتفقنا هتلاقوه سهل مفيهوش حاجه نفس الافكار حتى هو هل معتمد على شورت سيركت ولا اوبن سيركت ستوب. معتمد على اوبن سيركت ستوب بالمره فبدل بس ما انت تتحرك من على اليمين هتتحرك من على الشمال وتشوف الطول. طيب في سؤال بقى اللي انتوا سالتوه سؤال جميل اللي هو طيب يا انا ليه ما اشتغلش امبيدنس في الاخر اقلب احول تبقى ايه ادمتنس ماشي دلوقتي. هو انا لو شغال امبيدنس يعني واقف عند النقطه دي هل فاليد ان انا اتحرك لحد النقطه اللي الزد فيها ب1 يعني الار فيها ب1 كومبوننت الريل بتاع الزد ب1 لو انا اتحركت هساعدكم لو انا اتحركت للنقطة دي خلاص يبقى انا جبت مثلا قيمة 1 زائد جي whatever 0.85 ما هي نفس القيمة 1 زائد جي 1.45 ماشي. طيب بس المرة دي في حالة الامبيدنس. طب لو انا عايز اجيبها كنورماليزد ادمتنس هعمل ايه؟ هقسم يعني هعمل واحد على النورماليزد امبيدنس صح؟ فهتبقى
اعملوها كده على الكالكوليتر، واحد ماينس واحد على واحد ماينس 1.45 جي، هتلاقيها ادت لك 0.32 زائد 0.46 او 0.47 كانبوت امبيدنس. ماشي، الانبوت امبيدنس بتاعتك 0.32 زائد 0.47، هل دي فاليو تقدر تماتش عليها؟ هي يعني دي فاليو خلاص، لسه هتعمل لها بارلل كمان مع الجي تاني وبعدين تماتش عليه. فمن الاخر يعني انت كده بتطلع ارقام ملهاش اي علاقة بالتارجت اللي انت عايز توصله. انت التارجت اللي انت عايز توصله ان انت تعمل ماتش، طلعت رقم مختلف تماما يعني. وكمان لسه هتعمل الرقم ده بارلل مع حاجة معينة عشان تطلعها يعني في الاخر، المفروض يعني تطلعها في الاخر 50 اوم بس. طبعا الكلام ده مش هينفع، مش applicable بالطريقة بتاعت الامبيدنس. يعني ابسط حاجة ان ده لود الواي بتاعته بواحد، بس لو بصيت على الامبيدنس بتاعته هتلاقيها مش بواحد خالص، تلاقيها بالقيمة اللي احنا لسه حاسبينها دي اللي هو معرفش 0.32 دي. فحسبة البارالل لما يبقى عندي كونكشن بارالل كده، لا استخدم ال admittance chart مش الimpedance chart. حسبة السيريز استخدم الامبيدنس شورت مش الادمتنس شورت. تمام، وناخد بالنا يا شباب من حاجه يعني برضو في حته الادمتنس والامبيدنس دي. انا لما بعمل النقله بتاعتي من الزد ال للواي ال بالشكل ده، لما نقلت من الزد ال للواي ال خلاص، يبقى كل اللي تشورت بعد كده قلبت معايا ادمتنس. يعني ما ينفعش بعد ما انت عملت الحركة دي وتتحرك بالادميتنس تيجي تقيس قيمة وتقول اه دي الامبيدنس بتاعتي، ما هو انا رسم امبيدنس اهو، اشمعنى دي يعني مش امبيدنس؟ لا، طالما انت عملت الترانزيشن دي يبقى التشارت كلها قلبت امبيدنس، سوري يبقى التشارت كلها قلبت ادميتنس. طب عايز ارجع اشتغل على الامبيدنس تاني اعمل ايه؟ والله بقى خلاص، خد يعني انت مثلا قلبت دي ادميتنس وتحركت بيها شويه لقيتها هنا ادميتنس تاني، خلاص عايز تقلبها امبيدنس هترجعها تاني تبقى امبيدنس وتكمل امبيدنس. لكن ان انت نفس التشارت تقعد تقيسها مره كده ومره كده ومره كده، لا، القلبه بتغير معنى التشارت. قلبت من امبيدنس الادميتنس خلاص يبقى التشارت كلها بقت ادميتنس. تمام، حد عنده سؤال؟ مش هندس، ممكن نقفل التسجيل بس؟ ما احنا هنقفله يعني لما نخلص، بس حد عنده سؤال في المنهج؟ يعني انا مش هقفل على طول. ماشي.